سلام سلام، مرحبا بكم في التتمة ديال الحلقة ديال البارح اللي إذا ما شفتيهاش ضروري ترجعوا تشوفوها باش تقدروا تفهموا الجزء ديال اليوم. خليناها فاش صفا مشات قالت لامها ماما هاشنو كاين اشنو اري لي يديك اري لي رجليك. صافي طحت ولقيناها. شنو هي؟ صافي يا بنتي دابا سيري كملي نعاسك. هاد بنيتي بالضبط اللي نتقات ليا هنا هي فين غادي يبان ليها البلان فيا، هنا فين غادي تبان درجة الشر اللي فيها. كتقول صفاء لما كتخاسم امها فاتحة مع دوك الناس اللي في المارشي اللي فيه خلى ليها الحاج الحانوت واللي كان قدامه مول الحانوت، واحد اخر اللي حتى هو مش عويد وحداه كاين عطار حتى هو في نفس الوقت. نهار هما كيتفاهموا هي كتبدا كتخدم ليهم. فاش كتبدا كتكتب ليهم كتقول لي اجي يا صفاء انت اللي غادي تطوي هاد الورقة. علاش ماما فاتحة انا اللي غادي نطويها؟ حيت ببساطة انت ما غاديش يعرفوك البوليس، ما معترفينش بك الدولة وما عندكش اصلا البصمة، انت مجهولة الهوية، واخا تموتي ما غاديش يدفنوك، غادي اصلا تبقاي حتى ياكلوك الدود. من بعد ما نطوي داكشي كتقولي لبسي سروال اللي غادي تمشي به الحانوت، ولكن اللي غادي تباتي به وتبيتي في جيبو هاد الورقة هادي. قسما بالله بالليل كامل وانا في الحرب، الليل كامل وانا تنشوف الناس كيتضاربوا كيتحاربوا كيغوتوا والدم والزاج كيتهرس. صباح تنفيق تنقول ماما فاتحه ها شنو باش حلمت وشنو باش حلمت. كتقول لي مزيان ايوا دابا سيري انت اللي لوحيه وعندك يشوفك شي حد. ديما تلوحو عمر شي واحد كيشوفني اشنو كنلوح. من بعد ما تلوحو ساعه اذا كثرت تينوض الصداع في داك المارشي وكينوضوا الناس يفكوا. انا تنبقى غير تنشوف حتى لواحد النهار غادي نعاود نلوح داكشي وغادي يلقاه داك الحانوت اللي قدامنا اللي هو داك العطار، غادي يبول على ديك الورقه عز الله وقدركم وقدام الناس بلا ما يحشم. من بعد مشى داها لواحد اخر اللي كان حداه واللي شافها ليه وقال ليه راه اللي دار لك هاد الجدول رافقيه صحيح واللي هو في الاصل مي الحاجه فاتحه. انا وقت ما وصلتني وقت الصلاه كنت نقول لها مي فاتحه راه بغيت نصلي، كتقول لي واش هادي وقت الصلاه في الليل فاش كيناس كلشي، تنقول غادي نصلي على الاقل واحد زوج ديال ركعات لله باش انا ربي يدير لي شي تاويل ديال الخير. غير انا كنبدا كنصلي تيبدا كيجي داك الشيء كحل من مورايا وكيدير عليا بحال واحد السلهام وكيهبط عليا حتى كيبان لي الظلام، وكنشهق بحال كنتخنق وكيختفي داك الشيء. غير انا تنسجد كنبدا كنسمع وصفاء نوضي وبلغوات، كندور بدون شعور وما كنلقى حتى شي حد. وفاش كنجي كنشهد كنشوف واحد جالس هنا والاخر جالس من الجهه الاخرى وبزوج بيهم كحلين. قسما بالله حتى عمرني ما كملت صلاتي نهائيا حتى لواحد النهار بغيت نطلع للطواليت عزكم الله اللي في الدروج كندوزو فيها على واحد القرقره. انا ما طلعتش الدروج كاملين، نقصت زوج درجات وخطيت على ديك القرقره عاد دخلت المرحاض. ديك الرجعه اللي رجعت رجليا غادي يطيحوا ليا في الارض وماتوا عليا، تنهزهم ما تنحسش بهم بلي انهم مني نهائيا. فبديت كنبكي شويه يلا تنبغي باش نبدا انا نقرا قران، داكشي تيقول لي ما غادي يطرى لك والو صفاء غير صبري دابا تنوضي. تندور ما كنلقى حتى شي حد وهاد الحاله ما غادي تطلقني حتى دازت واحد ربع ساعه. فاش مشيت عند امي فاتحه وقلتها ليها قلت لها شنو طرا، قالت لي وحتى انتيا وامي راه كل نهار كتبعني شي حاجه وكتهضر معايا. ياك تيهضروا معاك؟ ايوا مزيان داكشي اللي حنا بغينا. تخيلوا معايا والله ما نكذب عليكم وبحال شفتوها بعينيكم هاد الحاجه فاش كنبغي كندير ليها الصباغه وقدامها المرايا، اقسم بالله حتى فمها كيكون عوج ووصل الحنكه. ولكن فاش انتي كتشوفيها مباشره كتبان لك بلي انها طبيعيه، غير انتي كتشوفيها في المرايا كتبان لك عاوتاني عوجة. واحد النهار سولتها علاش فمك داير بحال هكا امي فاتحه وماشي سوقك يا الفاعله يا التركه، وهي تعطيني العصا. المهم هذه كانت الفترة ديالي معها علما أنني عمرني ما فضحتها، لأنه كانت كتبان عند العائلة ديالها إنسانة اللي هي مقرة وديانية وحاجة وكتدخل بخيط بيض ما بين المرأة وما بين الرجل، واللي بغى يدير شي خير تيقول لك أجي نخليو الحاجة هي اللي تكلف به. والناس اللي كيجيبوا داكشي ديال الفترات ولا الصداقات كيقولوا لها صدقي على البنت اللي عندك، كتقول لهم واخا كنشوف هادشي بعينيا ولكن عمر شي درهم جات في يديا. اذا جاو شي ضياف ودوروا معايا كانت تقول لي اري نخبي لك بنتي صفاء، عمرني ما كنشوفها من بعد. وصلت بيا تنقول لها غير واخا ما كنتش كنقدر ندوي تناكل غير العصا بالبريز، لدرجه ولات عندي عقده مع الحمام حيت كانوا في خاضي كلهم زرقين بالقريص. كتقول لي خليك تكوني عبره للبرهوشات اللي ما كيتصنتوش الهضره. وصلت لسن المراهقه اللي غادي نتعرف فيه على واحد الشاب في داك الدرب ديال الحاجه، ولكن خدام في داك الشيء ديال الضيافر
وهي كانت تقول لهم بلي انه هنا عندكم شي خدمه في الدار عطيوها لصفاء راه غير جالسه. وهاد صفاء اللي كتبقى غير جالسه الله يخليكم جالسه كنقير كنشقى النهار كامل، ونهار الاربعاء وجمعه تمشي عند وحده من بناتها اللي كندير لها الميناج في الشركه فاش هي كانت خدامه، وكانوا كيعطوني 120 درهم. ديك 20 درهم كانت كتخليها ليا ديال ترونسبور، و100 درهم غادي تدخلني بها المحاربات الاميه، وكتقول لي بلي انا راه تنخلص عليك 200 درهم. دازت مده وقالت لي بلي انه الباترون غادي ينقص لك وغادي يعطيك غير 70 درهم. علاش؟ لانك ما كتجفيش القناص. وهي تخيلوا معايا واحد المساحه راه بزاف، مساحه اللي كاينه في شركه اللي كيدخلوا فيها زوج نتاع الرموكات، عاد البيرو اللي فيه البيوتا وكله زاج، وكان مسحو غبرتو، وفي الاخير كيعطيني 70 درهم. وافقت واستمريت باش انني ناخذها لمده 7 شهور. حتى لواحد النهار كان واحد الدري بلاصتها جاب يخلصني ويعطيني 120 درهم. لا فلان، راه فلانه كتعطيني غير 70 درهم. علاش؟ حيتاش الباترون ما بقاش عاجبوش قايا ونقص ليا. نعلت الله وعليها، فين عمرو اصلا نقص لك؟ بالعكس هو راه كاع تيكونوا المناسبات وتيقول ليها هاكي زيدي لديك البنت مسكينه ولا غير عطيها. ايوا راه عمرها ما عطاتني يا خويا. وهنا فين عرفتها بلي انا كتكذب عليا، علما انه الفلوس كيمشيو في دوك السوايع اللي كانت مدخلاني بهم واللي كانوا بغير ب100 درهم، وهي كتقول لي بلي انا كتخلص عليا 200 درهم. حتى لواحد النهار غادي نبغي نخلص داك الاستاذ وسولته شحال نجيب ليك الضه، قال لي 100 درهم. ماشي 200 درهم، لا لا غير 100 درهم. بقيت غير تنشوف فيه هاد السوايع، حديت خط ليهم غير 4 شهور، تعلمت الحروف وبديت كنجمعهم. فاش عرفتني بلي انه الحاجه بلي انني وصلت لهاد المرحله قطعت لي الدفاتر وخرجتني، قالت لي مع انت دابا ما قاريه شو واحلين معاك الناس، اما اذا قريتي علم الله فين غادي تولي. عاد زيد عليها نهار بنتها عطاتني الفلوس باش انني صيفط لها 200 درهم ديال الروشارج، لكن انا غلطت وصيفطتها لاختها اللي كانت مخاصمه معاها. فاش وصلت لعندها لقيت انني ما مصيفطهاش ليها، وسولتني شمن المره عطيتي للحانوت، ولقيناها ديال اختها. هنا شدتني وهلكتني عصا، وكانت اول مره كتجر عليا وتضربني، ولكن كنت نقول ما غادي تطلقني حتى تزهق ليا روحي، انا ما رحمتنيش. وديك الحاجه جالسه هي فرحانه ناشطه كتقول ليها زيديها الكلاخ اللي عطاها الله، ما عرفنا مخاش كون هاد الزفر اللي داه ليها. هنا بديت انا كنفكر باش انني نهرب، ولكن شي حاجه كانت كتحبسني وكتقول ليا ما عندك فين تمشي، هنا فين غادي تبقاي. انا داك كانت عندي 15 سنه. حتى واحد الصباح ما عقلتش شنو واقع، غادي يتجمعوا ليا زوج بناتها وهي امهم، وهلكوا نعسا. خليت حتى كلشي نعس وانا نهبط ساكي حدا الدروج. فهاد الوقيته غادي نتلاقى قدام الباب واحد جارتهم اللي ديما كانت كتفكني منهم، وزوقتها العار لما عطيني التليفون ديالك نعيط لفلانه بنت الحاجه، حيت انا ذاك كانت عطاتها امها واحد الدار باش انها تجلس فيها في مدينه واحده اخرى. عيطت عليها راه تحموا عليا فلانه فلانه امك وشنو داروا ليا. قالت لي خرجي لراس الدرب دابا وشدي طاكسي تجيبك في البلاصه الفلانيه وانا غادي نجي عندك. فعلا مشيت لقيتها في ديك البلاصه والناس مازال ما فاقوش. مشيت عندها ويا ريت ما مشيتش عندها، غادي نتلاقى الخليل ديالها عندها في الدار، والدنيا مرونه بالخمر والشيشه والموبقات عزكم الله. شويه هي غادي تعيط عليها ماما فاتحه، وهنا غتبدا واحد مولاتي القصه. الو فين هي ديك الحماره؟ راه هربات. انا ذاك كانت تلاقات ليا الخرجه ديالي مع واحد الدري في ذاك المارشي اللي كان تخاصم حتى هو مع الباترون ديالو، ما بيني وما بينو حتى شي حاجه. فاش خرجت انا هربانه حتى هو كنخرج وهما غادي يلصقوني فيه. قالت لها راه البرهوشه راه واقيله هربات مع محمد، واقيله راه حامله، وراه تنقول لك بلي انه ديك خيتي راه بنت الحرام وراه غتخرج بحال امها. على من بغيتيها تشبه الحاجه غادي تمشي تنوض ديك العربيه على اساس بلي انه راه هي مربياني وانا نتهربت، وكتشك من فوق من هادشي بلي انني هربت مع واحد الشاب اللي سميتو محمد. تولتني بنتها شنو باغا ديري؟ قلت لها انا ما تليتش بغيت نرجع، حيت اذا مشيت حتى رجعت غادي تقتلني امك. وهنا فين غادي يدخل داك العطار في القصه ديالي؟ هاد العطار اللي كانت كتعاود ليه كلشي عليا وعلى فعيل امي. لا غد لي عيطات لبنتها وقالت لها راه قال لي العطار واقيلا راه صفاء حامله مع داك الولد، حيتاش راه شي دراري قالوا ليه بلي انه راه كانت كتمشي معاه للبيت اللي كان ساكن فيه هو مع الزوافريه. وشوفوا دابا البطل على عينيه. انا هربت حيتاش كريت العصا، حتى صدقوا مصاحبيني مع واحد وبلي انني كنمشي عنده وبلي حامله معاه من الفوق.
فاش سمعت هاد الهضره قلت ليها صافي انا غادي نمشي نواجههم، ولكن هو الاول اري التليفون باش ندوي معاه. الو ماما فاتحه، وفين كنتي؟ راه تيقولوا راكي حامله. وشكون قال لك انا حامله؟ وباش عرفني كلشي بلي انا هربت؟ اذا ما قلتيهاش انت الحاجه حتى شي حد ما غادي يعرفها. وشكون وصل للعطار بلي انني راني خارجه وانا دابا غادي نرجع وغادي نمشيو عند الطبيبه هي الاولى؟ ايوا اجي انا كنتسناك. فاش جيت؟ ايوا يا بنيتي، والغلط راه تيطرا، ودابا غادي نمشيو عند البوليس باش تقولي لهم راه غير الشيطان اللي غرك وخرجتي من الدار، وعندك تقولي لهم بلي راه ضربناك وراك انت اللي درتي، علاش وراكي عصبتيني؟ باختصار مشينا عند البوليس باش انا نلغيو ديك الشكايه. ما قدرتش نقول لهم الحقيقه حيتاش كانت حاضياني بعينيها، واخا كانوا هما شكوا بلي انني غير تنكذب. بدات كتقول لهم راه البنت باقا طايشه وصغيره وهادي وهادي، وما يخرجوها. وهنا عاد بداو كيسولوني على راحتهم، حتى كنت غادي نبوح وبديت كنقول وصفاء عند من غادي تمشي وفين غادي تجلسي وشكون غادي يهزك؟ واش حتى لهذا الوقت عاد انت غادي تنوضي تخرجي بحال امك تخرجي تفزدي باش انك تهزي راسك؟ راه الزنقه عامره غير بالشماكريه، غادي غير يتكرفصوا عليك. هنا غادي نكر عليهم، واخا اصروا باش انني نبوح ولكن حلفت قلت لهم لا، وسنيت بلي انني صادقه على الاقوال ديالي اللي هي كاذبه. غير حنا خرجنا وبدات عليا في السبان، وعيطت لوحده من بناتها وقالت لها اجي دي هاد الجنسه عند الطبيبه تقلبها ياك ما فيها شي مصيبه للحاز الزنقه. مشينا عند الطبيبه، ولكن ربي اللي غادي ياخذ لي حقي منهم واحد بواحد، يمهل ولا يهمل، حيتاش ماشي غير حقروني، هرسوني لانه ما عندي لا با اللي يسول فيا ولا امي ولا خوت. مشينا عند الطبيبه وانا ساكته وهي غير سبان. دخلت بوحدي عند ديك الطبيبه وغادي تضحكوا عليا في هذا الموقف. انا عند بالي بلي انه اذا بغات تقلبك الطبيبه كدير لك داك الضو في الودن، حتى كانت فجاه كتقول لي جلسي من فوق الباياس. خرجت عيني وما بغيتش، بقيت فيها. قالت لي ما تخافيش يا بنتي ما غاديش ناديك، غير اجي تكاي راني بغيت غير نشوف شي حاجه. من بعد خرجت عند هذيك وقالت لها شكون جاب هاد البنت؟ انا. ياك ما لقيتي فيها شي مصيبه طبيبه؟ ايوا راه حشومه وعيب عليكم، البنت ما فيها حتى شي حاجه بصفه نهائيا، علاش درتو لها بحال هكا؟ راه بروشه فيها بصاره خفيفه وكطير وكتفعل وكدير. البنت كطير ولا ما كطيرش، المهم راه ما فيها والو. خرجنا وقالت لي سيري دابا المارشي. مشيت وهنا غادي نشوف القدره الالهيه قدام عينيا، غير عطوني ودناتكم. غادي ندي ديك الورقه ديال العذريه ديالي لذاك العطار اللي خرج فيا الفتنه. قلت لي حسبي الله ونعم الوكيل فيك، كيف ما شوهتيني وطعنتي ليا في شرفي انا ما سمحت لك لا في الدنيا ولا في اخره، والله يحييني حتى نشوفك كتعذب قدامي. سيري البرهوشه خلي الكليان يجي يتقدى. دازت ساعه بالحساب، مشى يجلس في واحد الكرسي وانا حاضيه غير من الكرياج، حتى بدا تيشخر وخرجت ليه الكشكوشه من فمو، عواج ليه ويديه بحال درتيهم ليه من موراه، وطاح من الكرسي وعواج كل وزرات. ها اللي تيقرا عليه، ها اللي ترش عليه الماء. جا واحد السيد اللي كان حضر هذا الشيء كامل دار لعندي وهو يقول لي صفا هربي تياخذ لك حقك قدام عينيك. دازت هذه القضيه، وغادي نسبق لكم شويه الاحداث وغادي نعطيكم النهايه ديال هذا العطار. ما غاديش يعطي ربي غير هذا الشيء، ولكن غادي يزيد يعذبو في الدنيا قبل الاخره. واحد النهار مشى مع واحد المراه مزوجه وجا راجلها، اللي حصلوا معاها هو ناض نقز على غفله من الطابق الثالث وغادي تهرس فيها، من بعد غادي يجر رجليه مسافه اللي هي طويله، وعيط على بوليس على اساس بلي انه راه تشفر وضربوه في رجليه. هزوه البوليس وداوه للسبيطار، الرجل ما قدروش انهم يرجعوها ليه لبلاصتها، ودازت مده اهمل الطبيب حتى تعفنات ليه. فاش مشى عنده قال ليه خاصك ضروري تقطعها. لا انا ما غاديش نقطعها، ايوا اذا ما قطعتيهاش غادي يولي لك فيها سرطان. ما بغاش، ويا ربي السلامه ما تمنيت حتى شي حد ناض ليه الدود فيها، وبدات تتكل ليه كل نهار نهار على نهار حتى فاتت ليه الركبه، وما تقدريش تدوزي حداه حيت بدات كتشم فيه ريحه الجيفه. دازت هاد القضيه ديال العطار اللي من موراها يا ما عذاب داز عليا، ويا ما طراو احداث كثيرين وغرائب وعجائب. شحال قدني نعاود لكم وشحال قدني نشكي عليكم. الحاجه من جد غادي تطيح عليا الباطل واحد اخر، وظلماتني وزادت اداتني وهربت وما قدرتش نتحمل. وانا ذاك كانت عندي غير 17 سنه، لكن من بعد ما خرجت تفكرت بلي انه الاوراق ديالي باش نقاد الهويه ديالي راه عندهم مخبياهم. غادي نقز انا من السطح لسطح حتى دخلت للدار وهزيت شي حاجه من حوايجي وشي فلوس ديالي اللي كنت كنجمعهم وراقيه، وخرجت كنتسلت ومشيت لواحد القيصاريه حدا اللي كانت حدا المحطه. وهنا غادي ناخذ واحد التليفون جديد وزوج ديال النوامر اللي كانوا جداد، ومشيت نقطع في الكار وانا ما عارفاش فين باغا نمشي اصلا. حتى اختاريت المدينه فاش تولدت،
اللي كنت فيها هذه 13 سنه واللي غادي نرجع ليها، البلاد السعيده واللي كانت تعيسه بالنسبه ليا. وصلت وانا بنت عندي 17 سنه، بقات لي شهر ونص وندخل 18 سنه. جلس حدا واحد الشاب، بقينا مونسين حتى وصلنا لديك المدينه. فاش هبطت قال لي شو غادي ديري، قلت ليه غادي نمشي نشوف شي اوتيل. مشيت للاوتيل اللي غادي يطلبوا لي لاكارت، وقلت لهم بلي انا ما عنديش ولكن عندي لي زكستري. سولني واش انتي من هنا؟ اييه. ايوا راه سهله، سيري البلديه وجيبي الوراق ديالك. داك الدري كان مونسني حيت كنت عاودت ليه القصه ديالي. فمشينا لواحد المارشي فين هو بغى يتقدى بيد محلو البلديات، حيت كان الصباح بكري. واول اللي غادي يطيح عليه عينيا هي امي اللي كانت في واحد الحاله وحوايجها مسخين ودايره بحال شي طلبه وغير كضحك مع الرجال. تنقول امي هذه جوجها فوجي ودورته وعاود شافت فيا. تولي داك الدري مالك كتشوفي في ديك المراه بحال هكاك؟ راه امي هذيك، امك كتشوف فيك وما جاتش عندك. واخيلا ما عرفتش، انا خفت نمشي عندها واخا كنت باغه من اعماق قلبي، لكن تفكرت الماضي اللي دوزت عليا وانها حطتني عند دوك الناس وعمرها ما سولات فيا. مشى الولد تقدى داكشي اللي خصو وجا عندي شنو غادي ديري. مشيت البلديه، راني بغيت ناخذ هادي وهادي وهادي بسميت من ولا ديال من ديال فلانه. شكون هاد فلانه؟ امي كانت معروفه تما بديك الكنيه. فصيفطوني لواحد المكتب اللي فاش طلبت للسيد شنو كاين مشى كيقلب، وفاش رجع ما قدرش يصارحني. قال لي جلسي دقيقه ندوي معاك، فين كنتي هاد المده كلها؟ غادي نعاود ليه. قال لي شنو غادي نقول لك يا بنتي صفاء، لقينا الاسم ديال امك وعندها فلان وفلان وفلان وفلانه، وراه كاينه الحاله المدنيه، ولكن انت يا بنتي راكي ما كيناش فيها. كيفاش امك ما معترفاش بك؟ كيفاش ما معترفاش بيا وانا هي الكبيره فيهم؟ خاصها تسبقني انا الاولى ولا لا؟ لا، فلان هو الكبير وفلان وعاد زوج ديال خواتاتك. ديك اللحظه ما عرفتش نبكي ولا نخوت ولا نسخف، شنو درت ليها وشنو ذنبي حتى تخرجيني من الحاله المدنيه؟ السيد بالحيث تيبكي وتيقول لي راه كاين شي والدين. لا حول ولا قوه الا بالله، ما ننصحكش انك اصلا تمشي لعندها. سيري الله يسهل عليك بنتي في طريقك. اللي غادي نقول لك هو انك سيري البشاويه تسولي على فلان، يعطيك واحد الورقه باش انك تمشي تجلسي في لوطيل. خرج من عنده الدنيا كدور بيا، يا ربي واش انا تنهز راسي من وحده وكنطيح في وحده؟ راه بزاف عليا يا سيدي يا ربي. عاوتاني باختصار مفيد جدا بزاف ديال الحوايج، لان هاد الحكايه عامره بالاحداث. مشيت لمحكمه الاسره اللي غادي يحلوا لي هاد المشكل، حيت الزفت ديالي الله يسمح ليا، وغادي نتجرد باش انني نواجه المصير ديالي ونخرج نخدم. واللي مشيت عنده تيقول لي ديري لي خاطري ندير لك خاطرك، في حاله الضعف كلشي بغى ينهشك فيه. وانا حالفه انه حتى نشد فراسي باش انني ما نتسماش خرجتي بحالك بحال امك كيف كانت تقول لي هذيك الحاجه. لقيت خدمه في واحد القهوه اللي كندير فيها كلشي، كندير فيها قهوه كنسر بيه كنمسح كنغسل كندير كلشي، وكيعطوني 200 درهم السيمانه. قلت ماشي مشكل. مشيت دقيت على امي وقلت اجي نرجع الشمل ونعش الشيطان معاها ومع خوتي، حتى كنلقى راسي بلي انه هما في عالم موازي وانا في عالم واحد اخر. وجالسه تنصرف عليهم تنجي غير كنبات، وبدات كتقول لي سمحي لي يا بنتي راه ديك الحاجه اللي خداتك مني وما بغاتكش ترجعك ليا. وانا كنت عارفه بلي ان امي كتكذب، ولكن كنقول كيف ما هي كانت كتستغلني وباقا كتستغلني حتى انا غادي نستغلها. ما عندك ما ديرها صفاء، غير ما تخرجيش للزنقه. بقيت خدامه وصابره، ومن المحل كيزيدني في الصالير حتى وليت كناخذ 350 درهم في السيمانه زائد تدويره ديال الناس. هاد الوقت واحد الجمعيه هي اللي كانت كاريه لامي الدار، وكانوا تيقولوا ليها اذا فسدتي غادي نحيدوها لك. انا ذاك هاد امي كانت كتعرف واحد الشاب اللي كان خدام في الفران حداها، ولكن مره كان كيدور معاها، وانا كنت خدامه في واحد القهوه حداه. هي مشات عنده قالت لي عافاك رد البال صفاء، راه كتجي مع الطلاب الليل، عد تجي معاها. وهنا فين غادي يولي كنعرفو وغادي نولي كندوي معاه. بديت كنمشي معاه وكنجي وكيتعامل معايا زوين، ولكن ما كنتش كنحملو حيت كانت عندي فوبيا من الرجال اللي يتفلاو عليا. حتى لواحد النهار قال لي انا راني عارف القصه ديالك كلها، وبدا كيعاود لي القصه ديالو وبلي انه تيتام وعنده 4 سنين وعاش مع خوه وبا خوه اللي دوز عليه الجحيم. فاش سقت مرت خوه بلي انه كيترافق معايا بلي انه هو بغاني المعقول، حاولت انها تحرضو عليا وتحرض خوه عليا، حاولت العائله ديالو انهم يبعدوني عليه حيتاش عرفوا الماضي ديال الام ديالي كيفاش، وكان عند بالهم بلي انا راني كنشبه ليها.
هنا فين بديت انا كنفكر كيفاش هاد الشاب انه يتزوج بيا اليوم قبل غدا، علما انه عمرني مازال ما بريت من الخيالات نتاع الماضي، داكشي اللي كنت كنشوف والصلاه اللي ما قدرتش نصلي لانه داكشي ديال ديك الحاجه كنبقى مازال تابعني. هاد المرحله كامله نتاع هاد الشاب ونتاع شنو وقع في الاخير في حياتي، انه الجزاء نتاع كل واحد شنو كان فيه، غدا غادي نعرفوه ان شاء الله في الحلقه الاخيره من مسلسل حكايه صفاء. نضرب لكم موعد غدا ان شاء الله ونقول لكم سلام سلام.